من عمر المباراة في الدقيقة الخامسة. هذه عرضية روعة روعة العرضية على القائم الثاني. تجد من تجد اللاعب المتميز جوران باديف يسجل من أول لمسة داخل منطقة الجزاء. جوران باديف مهاجم كبير. جوران باديف يستطيع أن يفعل لها أي شيء على الإطلاق. الحارس البرازيلي رافائيل كابرال. يا ولد يا نور الدين، الله على مهارة نور الدين برابط في هذه اللقطة في الزاوية الصعبة. يتعادل الآن جلطة سراي، يتعادل الآن جلطة سراي بهدف ولا أروع ليه. نور الدين برابط، نور الدين برابط في الدقيقة 57 من عمر المب. سونييجا يا ولد، سونييجا رائع يا كولومبي اخوان. كامينو سونييجا احق تماما الرئيس اوريليو دي لورينتيس في عدم ترك هذا اللاعب. لورينسو معشوق جماهير نابولي. لورينسو جول، جول لورينسو انسيني بالثلاثة.